لبنان العيش الواحد وعدم بيع الأرض لأنها تمثل الهوية عنوانان طغيا على عظات رئيس الكنيسة المارونية البطريرك ماربشارة بطرس الراعي في خلال زيارته الرعوية إلى منطقة بعلبك الهرمل التي تستمر يومين. بداية يوم الراعي الطويل كانت من بلدة حدث بعلبك، حيث كان في استقباله النائبان إمير رحمي وغازي زعيتر ورؤساء البلديات والمقاتير وفعاليات المنطقة، وعلى وقع قرع الأجراس ونثر الأرز تحت يافطات الترحيب بالزائر الكبير استهل البطريرك الصلاة في دير راهبات ساليزيان، حيث شدد على أن لبنان هو نموذج للشرق والغرب. تحية كبيرة لكم من صاحب النقطة والنيافة أبينا البطريرك ماذا صلى بطرس. نحن في لبنان كلنا واحدا واحدا جماعة جماعة يريدنا الله أن نبني مجتمعا جميلا بجماله. ومن حدث بعلبك انتقل البطريرك إلى قرية حوش بردة، أولى القرى المهجرة في لبنان والتي لم يستكمل ملف العودة إليها بعد، وتوجه والأهالي إلى كنيسة مارجرجس التي أعيد بناؤها، فرأى أن العودة إلى البلدة ليست مجرد عودة إلى الأرض لفلاحتها أو للعمل عليها أو للسكن فيها فقط، بل هي عودة إلى التاريخ والثقافة والتقاليد. ملف الموجود بوزارة المهجرة نحن نتابعه معكم، بس بدي حي جهودكم، إنكم مش منتظرين حدا حتى تبنوا بيوتكم وبنيتوا هالكنيسة الحلوة الجميلة. الأرض هي أساس بحياة كل واحد منا. نحن أبدا على الإطلاق إن ضد كليا إن تنبيع الأرض حتى من الجار لجار، لأن الأرض هوية كل إنسان، هوية كل عائلة. لما أنت عم بتبيع أرضك عم بتبيع ثقافتك، عم بتبيع حضورك، عم بتبيع هويتك، عم بتبيع تاريخك الماضي وعم بتبيع مستقبلك. ثم انتقل موكب الراعي إلى كنيسة سيدة المعونات في مجدلون، حيث رفض عبارة الأطراف مشددا على أن تلك المناطق هي سياج العيش المشترك المسيحي الإسلامي. أنا كبكركي وبطريرك مع الجميع لبناء وطن الجميع وبيت الجميع، وبأكد مرتين وقلكم شو مشاعرنا بقلبنا، ولي أنا أخذ شركة ومحبة تقول أنه نحن هاجسنا الأساسي في بكركي ينحفظ كل لبناني وكل طائفة وكل مذهب وكل تيار وكل حزب وكل رأي، شرط نبني عائلة لبنانية وحدة. ومن الطيبة مدينة السيد موسى الصدر، حيث كانت تحية لرئيس مجلس النواب نبيه بري على عصاميته وإخلاصه لبنان وحكمته وحنكته. انتقل الراعي إلى سرعين، حيث استقبله رئيس تكاتل نواب بعلبك النائب حسين الموسوي وحشد من النواب والفعاليات، ثم ترأس الذبيحة الإلهية في كنيسة مارياس. كما قصد بلدة طليا حيث أعد له استقبال رسمي وشعبي في حضور وزير الزراعة حسين الحش حسن الذي رحب به باسم المقاومة وشهدائها على حد تعبيره. لنؤكد لك يا صاحب الغب أن ما تطرح من أفكار ورؤى تعزف على قلوب كل اللبنانيين، شركة نريدها راسخة ومحبة نريدها أبدية طويلة. سلام لك وعليك يا مدينة الشمس، عبارة استهل البطريرك الماروني كلمته فيها في خلال الاحتفال الشعبي الذي أقامته على شرفه بلدية بعلبك في حضور ممثلين عن حزب الله. الراعي حي بعلبك مدينة التنوع في الوحدة والعيش المشترك، وهي صورة مصغرة عن لبنان على حد تعبيره. هذا وأقيمت الدبكة البعلبكية على شرف الزائر الكبير وبناء على طلبه.